مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من زينة طعم البيوت. هتكونوا معايا أنا وزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد على مدار ساعة ونص. أهلا بك دعاء. أهلا بك يا تغريد. أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكل زمايلنا. النهاردة أولى فقراتنا طبعا فقرة مهمة جدا، دايما بنتكلم عن التغذية وأهميتها ورفع جهاز المناعة وإزاي أن يكون التغذية الصحية والسليمة للأم الحامل والمرضعة. موضوع ده في فقرتنا الأولى، وهنتكلم كمان على أن هي ما تزيدش في الوزن في فترة الحمل. طب أنا عندي سؤال بقى، إزاي ما نزيدش؟ مش دكتور التغذية ضيفتك بقى تسأليها سؤال متهيألي كتير قوي عايزين يسألوه، ازاي ما نتخنش في شهر رمضان؟ ازاي ممكن حتى نحافظ على وزننا في شهر رمضان الكريم؟ اكيد هنسأل. يلا ده. كل سنه وانتم طيبين، وعموما مش هنيجي على الشهر ده وهنبدا رجيم ونحرم نفسنا، بس لو ممكن حتى ثبات الوزن فيا ريت السؤال ده بقى. عندك دعاء انت فقرتك ايه؟ بصي بقى، انا فقرتي بتكلم فيها عموما العنوان العريض العمل التطوعي واهميته. لان احنا عارفين احنا دلوقتي عددنا بقى قد ايه، شكلها ايه، واضح قوي ان جهود الدولة لوحدها لا تكفي مهما بذلت من جهود. فاحنا بنتكلم ان احنا محتاجين مجهود مضاعف، محتاجين ناس تعمل في هذا المجال اعداد كبيرة قوي. فاحنا محتاجين قوي جمعيات الاهلية. ياريت كمان اللي انا دايما بطالبه في كل لقاء ليه بتكلم فيه عن المجهودات الفردية التطوعية او جمعيات الاهلية، دايما بقول ياريت يشتغلوا تحت مظلة، يعني يكون شغلهم منظم علشان يتحس بيه، يعني في الاخر في النهايه نلاقي مردود ايجابي ملموس. فده هيكون موضوع لقائي ان شاء الله النهارده. هنتعرف على اخر الجمعيات الاهليه، اخر مجهوداتها ايه على ارض الواقع، ازاي ممكن ننظم هذا العمل. وده مردوده على فكره مش على البلد بس، مش على الناس اللي بيتم التطوع ليها ومساعدتها بس، لكن على الشخص نفسه من ناحيه اجتماعيه، ناحيه دينيه، نفسيه، من كل نوع. متفقه معايا؟ اكيد اكيد. وكمان عشان نستكمل فقرتك دي هيكون معايا فقره مهمه جدا، صنع في ايديا امان ليا. وبالتالي عارفه احنا بنشجع ايه؟ المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر من خلال فقرتنا دي، والابداعات النسائيه. يعني كل مره بيكون معانا فقره كده جميله للسيدات والفتيات، ازاي ان هم يطوروا من انفسهم، وازاي ان هم يكون عندهم نشاط ليه علاقه بالابداع ومهارات جميله بيقدروا ان هم يستفيدوا منها، وان هم يعني يدعموا ظروفهم الاقتصاديه من خلال هذه المشروعات. عارفه اللي يسعد فعلا ايه بجد بدون مبالغه؟ ان انا بستضيف كتير جدا من اصحاب المشروعات الصغيره، شباب كبار كل الاعمار على فكره، وبيبداوا في اي مرحله، وحتى لو عندهم وظيفتهم الثابته اللي هم معتمدين عليها بيبداوا افكار وبيبداوا يتعلموا حتى اونلاين بكورسات بيشوفوها بيتابعوها اونلاين بيعلموا نفسهم. انا بجد وبحس ان انا مقصره، وبحس ان انا عايزه فعلا اعمل زيهم. صحيح. وبحس في نفس الوقت بالسعاده ان في بقى في بلدنا الفكر ده. صح. موجود بكثره، موجود جدا، فدي حاجه حلوه قوي. بالتالي دي كل فقراتنا النهارده. أكيد مش كده؟ اكيد. وهيكون معاكي اسرار المطبخ بقى. ايوه اسرار المطبخ معايا بقى النهارده، احنا هنوعدهم بشويه اسرار كده ان شاء الله خاصه بيك انت هتقولها لنا. بعد ثواني من دلوقتي هنبدا معاكم حلقتنا او حلقتنا على الهواء بلقاءاتها. اول لقاء هتقدمه زميلتي تغريد عرفه، وبعد ثواني على طول هنبدا مع تغريد اول لقاء. مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية خاصة بالأم الحامل، التغذية السليمة ليها والمرضع. الحقيقة نتكلم كمان على عدم زيادة الوزن أثناء فترة الحمل، لأنه كتير جدا من السيدات بيعانوا من المشكلة دي بعد الولادة طبعا. وبالتالي هنتكلم على موضوعات كتيرة جدا صحية من خلال لقائنا مع دكتورة نرمين صابر أخصائي التغذية العلاجية والسمنة. أهلا بك دكتورة. أهلا بك دايما. خلينا نبدأ في البداية، إزاي نحن يكون عندنا تغذية سليمة للأم الحامل ومرضع طبعا فيما بعد. لكن في البداية في ناس كتيرة جدا في بداية الحمل بتخاف ان هي تزيد في الوزن، ما تقدرش ان هي تفقد الوزن ده بعد الولادة. أوكي. بصي خلينا نتكلم اصلا انه طبيعي ان الحامل لازم تزيد في الوزن، بس زيادة في الوزن لازم تبقى زيادة صحية، ودي ليها معايير على حسب كتلة الجسم بتاعت أصلا المرأة الحامل قبل الحمل. يعني أنا لو بتكلم على أن أنا شخص طبيعي خالص ووزني خلينا نتكلم عن الأندر ويت، لو أنا وزني أندر ويت المفروض أن أنا أزيد في الحمل فرنج تقريبا من 12 كيلو ونص لحد 18 كيلو. لو أنا النورمال ويت خالص وأنا شخص البودي ماس أوف إندكس اللي هو كتلة الجسم بتاعتي
اللي هو الوزن على الطول بالمتر مربع طبيعي وفي الرنج الطبيعي، المفروض الزياده تبقى من 11 كيلو ونص ل 16 كيلو. لو انا بدخل في مرحله الاوفر ويت فالطبيعي ان انا هزيد في الحمل تقريبا من 7 لحد 9 كيلو، ولو انا اوفر ويت بنبقى من 5 ل 9 كيلو. طيب كويس قوي. فالزياده دي طبيعيه جدا، ولازم او يعني في فتره الحمل لازم اتقبل ان الزياده دي تبقى موجوده. عشان انا بعد جسمي ان انا اغذي البيبي اللي في جوه بطني، وانا كمان لازم اخد تغذيه سليمه. اكيد. طيب خلينا نقول حاجه تانية، انه يعني الام الحامل بتحتاج لفيتامينز معينه مهمه جدا لتكوين الجنين زي الفوليك اسيد مثلا. طبعا. ممكن يكون الفوليك اسيد موجود في ايه من الغذاء؟ هو الفوليك اسيد الطبيعي ان انا بحتاجه بكميات اكتر اثناء اول 3 شهور او الفيرست سمستر من الحمل، اللي هو اول 3 شهور، عشان تجنب اي السباينا بيفيدا او اي مشكله في التشوهات في الجنين. موجود اكتر حاجه الفوليك اسيد في كل الورقيات، موجود في البذور، موجود في النتس، في المكسرات النيه، موجود حلو قوي في اللحمه، البروتين، عشان كده دايما بنهتم بالبروتينز والفاكهه وحصص الخضار بتاعتنا. كويس قوي. يعني احيانا كتيره جدا الام الحامل بيكون عندها مشكله في الحموضه العاليه شويه. طبعا. فايه الحاجات اللي ممكن ان هي متضمنه في الغذاء ان هي تقلل من نسبه الحموضه في المعده دي، لانه كتير جدا منهم بيعانوا من ده؟ ممكن نقول مثلا زي مثلا اللبن الرايب مثلا وحاجات تانية. هو لازم نتجنب شوية عادات بنعملها عشان نتجنب النوزيا والفومتينج او الاحساس بالقيء والغثيان اللي بيحصل في اول فترة، ودي طبيعية نتيجة تغير الهرمونات. فلازم الاول اضمن ان انا باكل وجبات صغيرة، والوجبات دي تبقى عددها كتيرة. يعني انا مثلا هاخد 6 وجبات بمعدل من ساعتين لتلات ساعات هناكل حاجة، ومش لازم املى معدتي للاخر. ويس. مش لازم ابقى جعانة خالص واكل وجبة كبيرة. تاني نقطة مهمة قوي وهو شرب المية. انا لازم اشرب مية كويس جدا، والمية ما تبقاش انكلودد في وسط الاكل. لا، نخلي جاب ما بين الميه وما بين الاكل التاني عشان خاطر معدتي ما يحصلش فيها اضطرابات في الحمض بتاع المعده او في جاسترايتس. يعني تالت حاجه واساسيه جدا ان انا ابتدي ابعد عن الحاجات اللي فيها كافيين. الكافيين من اكتر الحاجات بتعمل اريتيشن او بتهيج جدار المعده شويه. ابعد عن الشوكليتس لانه ممكن ابقى تعبانه شويه، وابعد عن التوابل السبايسز. التوابل ممكن تعمل مشكله كمان. طبعا. طيب خلينا نقول دكتوره، يعني انه الحقيقه انه الام لما بتكون حامل لاول مره بيكون عندها طبعا قله خبره كبيرة جدا في عملية الطعام الصحي. مثلا نسبة الكالسيوم مفروض تكون قد ايه، كام كوب لبن في اليوم، الزبادي قد ايه، كل ده مهم جدا لتكوين طبعا العظام بالنسبة للمولود فيما بعد. طبعا. بصي، هو نسبة الكالسيوم احنا بنحتاج في اثناء الحمل من 1200 ميلي جرام، دي نسبة كبيرة جدا، فلازم اراعي جدا كم عدد حصصي من الالبان او الزبادي اللي انا باخدها في اليوم. هي في بس مشكله انه ان احنا بنقع فيها اثناء فتره الحمل. انا ما بحبش يا دكتوره اشرب لبن، فانا هشرب لبن بنسكويك مثلا، او لبن بكاكاو، او هشرب لبن بقهوه، او شاي بلبن، وده بيقلل امتصاص الفايده بتاعت اللبن اللي انا محتاجاها توصل لها، امتصاص الكالسيوم وفيتامين د. فانا لو هاخد لبن هاخد حصه لبن كامله لبن ساده، ما احطش معاها اي حاجه تانية. بناخد تقريبا 3 حصص في اليوم، في حوالي 3 حصص، يعني 3 كوبايات لبن، او فيما يعادل كوبايه اللبن 2 زبادي خالي من الدسم او لبن رايب. طبعا. كويس قوي. الحاجات كمان اللي مهمه قوي بالنسبه للام الحامل ان هي ازاي ترفع الجهاز المناعه من خلال مثلا الانتي اوكسيدنت زي فيتامين سي واي. يعني مهم قوي ده، لانه هي طبعا ممكن تكون عرضه لمثلا اصابه بكورونا او ببرد حتى عادي جدا، لكن المهم ان هي يكون جهازها المناعي قوي جدا، لانه هي ممنوعه طبعا من ان هي تاخد ادويه. طبعا، هي بتغذى ليها وللجنين، فلازم اركز جدا على فيتامين سي، لازم اركز جدا على الزنك وعلى الفوليك اسيد زي ما اتكلمنا عليه. وفيتامين دي مهم قوي، والكالسيوم عشان صحه العظم بتاعتي وبتاعت الجنين، والاوميجا 3 كمان حلو جدا. اركز في ده اكتر حاجه موجوده في الخضروات الورقيه، الجرجير، السبانخ، الخس، الحاجات، كل البقدونس، كل ده. الاسماك طبعا. والاسماك طبعا. اسماك الفاتي فيش، مكسرات. المكسرات حلوه جدا عشان غنيه بالاوميجا 3، بس المكسرات ما تبقاش محمصه، وتبقى يستحسن تبقى نيه من غير ما يبقى فيها شويه ملح. لان كل ما زاد الملح انا اصلا جسمي نتيجه التغيير بتاع الهرمونات اللي بيحصل بيعبي شويه ميه، فده بيؤدي الملح الموجود في المكسرات لزياده احتباس السوائل في الجسم.
اللي هو الووتر ريتنشن اللي بيحصل. طيب هل نقدر نقول انه الام الحامل ممكن تقي نفسها من خلال ان هي تحافظ على طعامها الصحي؟ لانه احيانا نسبه يعني ان هي بتاكل مثلا نسبه عاليه من البيض بيسبب مشاكل. فحضرتك بتنصحيها بايه؟ انا بنصح ان هي تتجنب اكتر الاكل اللي فيه ماده حافظه، اللحوم المصنعه لازم تتجنبها تماما، البسطرمه، السوسيس، الهوت دوج، البرجر، كل اللحوم المصنعه دي تماما لا، او اي اكل فيه ماده حافظه، لان كل ما زاد الماده الحافظه انا بخزن سوائل في الجسم وبالتالي بيبقى اكتر، فببقى عرضه للاسف للضغط العالي. لازم تتجنب تماما الاكل كل ما كان فريش وكل ما كان مطبوخ وكل ما كانش فروزن، او حتى الخضار، يعني كل ما جبته وخليته محفوظ مش محفوظ خليته فريش، كل ما كانت القيمة الغذائية اللي فيه من المعادن والفيتامينات أكتر. طب ممكن نستبدل مثلا اللحوم او البروتينات ببروتين نباتي؟ طبعا ممكن ممكن اعمل ماكسينج ما بينهم، يعني ممكن اعمل مثلا سبانخ بشويه حمص طبخ مثلا. ممكن اعمل استخدم اللوبيا، الفاصوليا، ده هيبقى كويس قوي، بس لا غنى عن البروتين اصلا الحيواني، الاثنين يبقوا ماكسينج مع بعض، لانه الطبيعي في التغذيه انه المراه الحامل بتحتاج على حسب وزنها زياده عن الطبيعي 25 جرام بروتين في اليوم زياده. طيب دكتوره، مهم قوي ان احنا كمان نتكلم على جزئيه مهمه جدا، ان هي اثناء فتره الحمل بيكون عندها طبعا يعني نوع من ايه الارهاق، التعب، هل مثلا ان هي تعلي نسبه الهيموجلوبين في ليمون، يعني كل الحاجات دي بتعلي المناعه، يعني موضوع الهيموجلوبين ده مهم جدا. النقص الهيموجلوبين للاسف من احد الاسباب اللي بتادي فعلا زي ما حضرتك قلتي للارهاق والتعب، انا طول الوقت حاسه ان انا تعبانه، انا مش عندي قدره ان انا اعمل مجهود كافي، والهيموجلوبين والحديد من اكتر حاجات المهمه، لان هو ده اللي هيوصل الاكسجين سبلاي او الاكسجين للبيبي اكتر للجنين، فبالتالي هو بيوصل له طبعا هيوصل غذاء اكتر. ازاي بقى اتغذى تغذيه سليمه في الفتره دي الهيموجلوبين موجود يعني الحديد لازم اتفادى نقص الحديد معايا طبعا الى جانب المكملات الغذائيه اللي الدكتور بيديها لها. لازم جدا اركز على الورقيات، السبانخ، الملوخيه، الخبيزه، الحاجات الخضراء، لازم اركز على البروتين الحيواني والنباتي مع بعض. زي ما حضرتك قلتي لازم جدا استخدم حاجه فيها فيتامين سي، لان فيتامين سي بيساعد لي اكتر على امتصاص الحديد اللي انا بستخدمه، ولا غنى لا غنى عن الفاكهه المجففه. يعني معظم فتره الحمل نتيجه تغيير الهرمونات. كويس بقى رمضان داخل طبعا، كل سنه وانتم طيبين. في فتره الحمل جريفنج، يعني انا بيجي نهم للسكر، ودي بتبقى غلطه شائعه انه معظم الحوامل تقول طب انا هروح اكل حاجه مسكره. طب ليه تاكلي حاجه مسكره وانت ممكن تاكلي قراصيه، ممكن اخد شويه تمر، فيبقى فيهم قيمه غذائيه. خليني اتوقف عند الجزئيه دي، لانه كتير جدا من يعني السيدات بيلجأوا للفاكهه المجففة، نسبة السكريات فيها عالية وممكن تصاب بسكر الحمل. هل احنا بنقول مثلا نسبة محددة من الفاكهة المجففة؟ انا مش هاكل كيلو تمر ده لا، هي الثلاث تمرات او الاثنين قراصية دول بحصة ثمرة فاكهة، فالطبيعي ان انا احسبهم من ضمن حصص الفاكهة بتاعتي في اليوم. ولازم اعمل ميكسينج ما بينهم بحاجة كويسة جدا عشان السكر الجلايسيمي او المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي، فاقوم دمجة معايا مثلا حاجة زي النوتس، المكسرات، عين الجمل، الفستق، الفول السوداني، شوية لب، ادمج معاها مثلا حلو قوي اللبن الرايب او الزبادي اليوناني مثلا. الزبادي اليوناني بيبقى نسبه البروتين فيه اعكر بتاعه اقل شويه. فده كله انا بهتم دايما احط مثلا، احب وجبه حلوه قوي بديها اثناء فتره الحمل، ان انا احط معلقتين شوفان، ومع معلقتين الشوفان دول احط زبادي وقراصيا، احط زبادي مثلا ومعهم تمر. قيمه غذائيه عاليه قوي في الشوفان، لان هو فيه نسبه حلوه قوي من الفوليك اسيد. التريبتوفان بيقيني من الدبريشن والاكتئاب اللي الام بتصيب فيه اثناء فتره الحمل، فدي هتبقى وجبه لطيفه جدا. طيب ننتقل بقى الى فتره الرضاعه، وانه الام بتحتاج كتير جدا لسوائل تكون طبعاً مفيده، وعندها دايما احساس بال يعني العطش طبعاً المستمر طبعاً الحقيقه. فمهم قوي ان احنا نوجهها ازاي تختار المشروبات اللي ممكن تزود إدرار اللبن، والحاجة التانية إن هي تحافظ على صحة الجنين كمان أو البيبي. يعني الفترة دي هي فترة حلوة قوي إن أنا أتغذى فيها كويس عشان أوصل غذاء للجنين بتاعي، وفترة حلوة قوي إن أنا أخسر فيها وزن، لأنه الرضاعة بتخليني وأنا قاعدة كده مكاني أحرق سعرات أكتر تاجها من البيزل الطبيعي. لكن الغلطة اللي بتقع فيها هنا الأمهات إن أنا أبتدي أستخدم مشروبات تحتوي على كم عالي جدا من السكر، ودي كارثة. لا، أنا ممكن أخد عصاير طبيعية
من غير إضافة، يعني مش محفوظة حتى، من غير إضافة ليها سكر. كل ما استخدمت سكر عادي كل ما أنا ما استفدتش. المية لازم لازم أركز على شرب المية، أركز على الحلبة، أركز على الشمر. الحلبة والشمر من أكتر الحاجات المشروبات اللي بتساعد جدا على إدرار اللبن وبتبقى كويسة جدا. أنا بحب جدا في الفترة دي كمان عشان الأنيميا، لأنه أنا لسه ببقى طالعة من الولادة إكزوستد وتعبانة، فبنراعي جدا برضو في الفترة دي إن أنا آخد مثلا مشروب زي البنجر والرمان هايل جدا. فممكن جداً اعمل ميكتشر ما بين او ادمج البنجر والرمان. الرمان اديله نص سلقه مثلا واحط معاه البنجر اديله نص سلقه، وبعد كده اقوم حاطه معاه الرمان واضربهم في الخلاط مع فراوله. الفراوله هتديه سكر حلو، ممكن استخدم معلقه صغيره من عسل النحل. فهتبقى وجبه لطيفه ليها اثناء فتره الرضاعه. امشي نفسي لحد ما اعطش، يعني انا دايما جنبي ميه وانا برد لازم اشرب طبعا مية أثناء الرضاعة حتى لو أنا مش عايز. كويس قوي. إيه اللي مهم كمان إن هي يعني يكون عندها في البرنامج الغذائي الصحي ليها أثناء فترة الرضاعة؟ يعني مهم يكون مثلا بروتينات كتيرة طبعاً، فوليك أسيد كتير، يعني سوائل كتيرة جدا، ممكن يكون لبن عشان خاطر الكالسيوم والزبادي. احنا بنتعامل معاها كأنها وفيتامين دي كمان مهم قوي. طبعا طبعا بنتعامل معاها كأنها في آخر فترة بالظبط من الحمل. أوكي. عشان كده في اول فتره في الرضاعه بنمشي على نفس المكملات الغذائيه اللي هي كانت ماشيه عليها، الحديد والكالسيوم، لان دول مهمين جدا في الفتره دي. من اكتر التغذيه اللي بتفرق معايا، احنا قلنا ان دي فتره حلوه جدا جدا ان انا اخس فيها، لكن ما ينفعش اسيب نفسي جعانه لان انا هاكل. فبس اكل ايه بقى؟ ان انا ابقى مور سيلكتيف، يعني ازاي اقدر اختار الاكل بعنايه، لان انا عملت كده هخسر الوزن الزايد بشكل كويس. فلازم اركز جدا على البروتين، لازم جدا اركز على السوائل، لازم استخدم مثلا، احب جدا في فتره الرضاعه ان احنا نستخدم لبن بالسمسم بدل ما اميل للحلاوه. طب ليه اخد حلاوه؟ ليه اخد سكر كتير؟ ما انا ممكن اخد السمسم ده واحطه على اللبن وابتدي استخدم مثلا شويه مكسرات واحط شوفان، تبقى وجبه حلوه قوي بالنسبه لي اثناء فتره الرضاعه. طيب حضرتك بتنصحيها كفطار مثلا في فترة الرضاعة تاكل ايه مثلا الصبح؟ الغداء هل يكون في سناك في الوسط عشان ما يزيدش وزنها؟ كتير قوي قوي بيخافوا طبعا ان هم ازاي يفقدوا الوزن اللي زادوه اثناء فترة الرضاعة والحمل. بصي، هو بيقعوا في غلطة انه انا محتاجة اخس وانا مش متقبله شكل جسمي، فلازم رقم واحد اتقبل المنظر اللي انا فيه ده لفتره، لان هو الفتره من الزمن لحد ما اوصل اللي انا عايزاه. لكن ما ينفعش ان انا اخسر الوزن على حساب صحتي او صحه الطفل اللي معايا. فدي نقطه لازم يراعوها جدا. النقطه الاساسيه بالنسبه لي ان انا المواعيد بتاعت النوم بتبقى متلخبطه شويه طبعا. فلازم اركز انه انا هرتب مواعيد الاكل على حسب مواعيدتي وما اسيبش نفسي جعانه، لان الواحد لما بيوصل لمرحله الفيزيكال هانجر او انا جسمي محتاج ياكل لان انا برضع، يبدا ياكل اي حاجه، تبدا ما تبقاش سيلكتيف، فاي حاجه قدامها هتبتدي تاكلها. حتى لو الحاجه دي بتحتوي على كم عالي من السعرات، لكن في القيمه الغذائيه بتاعتها هي انتي ما فيهاش قيمه غذائيه تمديني بالغذاء اللي جسمي محتاجه او للجنين محتاجه. فلازم اركز مثلا الصبح اعمل بيض، سواء كان بيض اومليت بالسمنه البلدي او بالزبده الفلاحي. ابتدي اركز على الفول حلو قوي، كل البروتينات، البروتين الحيوي والنباتي. ابتدي اركز على الجبنه القريش، اضرب الجبنه القريش في الخلاط مع مثلا كوبايه زبادي يوناني عشان اخليها سموزي كده، احط عليها نعناع. ابتدي استخدم كمان الاعشاب اللي تبتدي تقلل الوجع بتاع معده البيبي. كل ما انا كانت صحتي طبعاً كويسه طبعاً وطبيعه الاكل بتاعتي كويسه، ده بيأثر طبعا عشان ما يكونش عنده تقلصات وهكذا. طيب مهم ان هي تشرب مثلا اعشاب زي ما حضرتك قلتي انه ممكن يكون مثلا ينسون، الاعشاب، كل الحاجات اللي هي بتهدي يعني من المعده يعني. طبعا، بس اركز انه السكر يبقى قليل شويه، لان انا مش هستخدم كم عيني من السكر، فده هيخليني طول الوقت جعانه وهتاخد سعرات هي مش مركزه ان هي اخدت سعرات في كوبايه اليانسون او كوبايه الشمر. فاتعلم بس ان انا اركز على المشروبات بتاعتي الدافيه، كل الاعشاب دي تحسب من عدد كوبايه المايه بتاعتها. نصيحتك بقى للام الحامل في فتره الحمل وفي فتره الرضاعه، تقولي لها ايه النهارده؟ اقولها انه هي مسؤوله عن جيل طالع، يعني هي مسؤوله عن صحتها، لازم تركز قوي وتتقبل التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في الفتره دي. الزياده في الوزن زياده طبيعيه تماما، فما تكونش بتلوم نفسها على زياده هي ملهاش دخل فيها، لكن نراعي ان هي لازم تركز على نوع الاكل اللي هي بتاخده. نوع الاكل مهم قوي، يعني احنا دايما في اول فتره في الحمل انا بركز على نوع الاكل مش كميه الاكل. في اخر فتره بعد كده
كده بنركز على كمية الأكل ونوع الأكل. نوع الأكل مهم قوي، إن أنا أركز على الخضار، أركز على السلطة شوية، وأبتدي لو أنا مش بحب السلطة أعمل شوية مجهود يعني، بس ده مهم قوي. الخضار يبقى فريش، أبتدي أركز على حصص البروتين بتاعتي، الفراخ، اللحمة، الأسماك الدهنية، المكريل والسلمون والحاجات دي هتبقى كويسة. وأبعد تماما تماما عن الجانك فود أو الأكل المحفوظ أو الأكل اللي من بره، ده هيفرق معاها قوي. أنا بشكرك جدا جدا دكتورة نرمين صابر، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، نورتينا وشرفتينا.